دكتور، هناك من يرى أن تركيا لا تعاني أزمة طاقة مثلها مثل دول أوروبا، ويقولون أيضا أن تركيا لو عانت من أزمة طاقة لانخرطت ضمن العقوبات المفروضة على موسكو، لكن تركيا الآن تعتبر دولة مرتاحة من حيث الطاقة، لذلك لا يعنيها كثيرا أن تشارك أوروبا وحلف الناتو في العقوبات الموقعة على موسكو. يا سيدي، القضية ليست فقط هي أزمة طاقة، تركيا لا تعاني أزمة طاقة بسبب السياسة الحكيمة بأنها هي لم تشارك في العقوبات على روسيا، ولكن بالمقابل العلاقة ليست فقط هي طاقة وغير طاقة، العلاقة بين تركيا وموسكو هي علاقة أصبحت متنامية بعد أحداث 15 تموز 2016 وتخلي الغرب وتحديدا أمريكا عن دفاع عن تركيا، بل تورط، نتكلم بصراحة، تورط CIA والمخابرات الأمريكية في دعم جماعة فتح الله جولان المسؤولة عن الانقلاب الفاشل الذي كان يراد ويخطط أن يطيح بالحكومة التركية وبالنظام الديمقراطي في تركيا، وبالتالي كان حق تركيا أن تذهب لمن تستطيع أن تتعامل معهم وتؤمن أمنها القومي وتؤمن اقتصادها والطاقة وكل ما يلزم، وبالتالي كان الاستدارة نحو روسيا، وبالتالي العلاقات ليست هي بدائل، ما تزال تركيا عضو في الناتو كما أسلفت، ما تزال تركيا على صلة قوية، أكبر الصادرات 10 دول تصدرها تركيا هي أوروبا، وصادرات تركيا المركز الأول ألمانيا ثم إنجلترا ثم فرنسا، وبالتالي العلاقات التركية الأوروبية علاقات اقتصادية قوية. ولكن إذا ما أردنا أن نتكلم عن أن تركيا هي الآن تتجه على عدة محاور، هذا حق طبيعي، لماذا حلال على أمريكا أن تتعامل مع الكل؟ حتى أمريكا تتعامل مع روسيا، لا يغرك الآن هذه السياسة الإعلامية الاستعدائية، أليس الآن روسيا وأمريكا ما الآن موجودين في الملف السوري وعلى وفاق في الملف السوري وعارضوا العملية العسكرية التركية، وبالتالي طبعا تركيا ترى أين هي المصلحة الوطنية العائدة لها، هي الأولوية وليس مصلحة الغرب ولا مصلحة أوروبا ولا مصلحة يعني أمريكا. دكتور، يعني أمريكا تنزعج من أي طرف يريد الخروج من تحت عباءتها، تريد لتركيا أن تكون تحت غطاء أمريكا في كل ملفاتها، لا تريد لتركيا أن تكون دولة ذات سيادة وذات قرار داخلي تركي. يا سيدي، تركيا أمريكا الآن تناصب تركيا العداء، هذا قولا واحدا، وترى بأن تركيا شقت عصا الطاعة. تركيا ليس فقط أنها تنادي بالاستقلالية والسيادة والمصلحة الوطنية، أصبحت نموذجا يعني ينظر له بإعجاب من قبل شعوب المنطقة، أصبح الرئيس أردوغان الآن نموذجا ناجحا له شعبية أكثر من شعبية بعض الحكام في بعض الدول العربية والإسلامية، إذا خطر على المصالح الأمريكية، يجب إسقاط أردوغان. ألم يقل بايدن قبل أن يصبح رئيسا لأمريكا صحيح، علينا أن ندعم المعارضة لإسقاط كان أردوغان، كان ضمن خططه في مشروعه الانتخابي، وما زال الآن هذا الدعم موجود، الآن الطاولة الثلاثية هي تخطيط أمريكي الدعم. طب لماذا كريستيانولو الآن ينادي بمستشار كبير مستشاري حملته الانتخابية هو أمريكي بحت؟ صحيح، وذهب في أكثر من مرة في الفترة الأخيرة إلى لندن وإلى واشنطن وإلى لذلك أمريكا هي الآن كما هي بالنسبة لها أن تركيا المستقلة، تركيا دولة ذات السيادة، تركيا ذات الدور المتنامي الذي يبحث عن مصالحها الوطنية والمصالح شعبها خطر، يجب أن لا يكون هذا النموذج الإسلامي الاقتصادي القوي ذات السيادة وذات الوطنية، هذا يجب أن لا يستمر ويجب إسقاطه وإفشاله، ولذلك يشيطنون تركيا ويستعدون تركيا ويشيطنون الرئيس أردوغان، ونجد ذلك واضحا في الحملات الإعلامية وأيضا في التلويح والتهديد بالعقوبات على تركيا، ولكن لا فائدة. تركيا يا سيدي اليوم أصبحت دولة ينظر لها بإعجاب، إذا ما كنت قويا يحترمك حتى عدوك الآن، وبالتالي يجب أن تكون قويا، لا يكفي أن تكون على حق، يجب أن تملك القوة لتحمي هذا الحق. فتركيا الآن ركزت على موضوع الصناعات العسكرية والدفاعية، ولديها الآن القوة الكافية، وطورت نفسها في البنية التحتية وأيضا بما يسمى الاكتفاء الذاتي على مستوى جميع القطاعات.